في الجزء الجنوبي من سلطنة عمان تقع محافظة ظفار، ذات التنوع الجغرافي والبيئي والمناخي، والذي جعل منها مستقراً للعديد من الحضارات القديمة على مر العصور، ووجهة سفر مهمة سياحياً واقتصادياً وثقافياً بفضل التطور الذي حظيت به في عهد النهضة المباركة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في مختلف المجالات. وانطلاقاً من أهمية النقل الجوي، بدأ تشغيل مطار صلالة في عام 1977، وكان يتم التعامل مع الرحلات الداخلية القادمة من العاصمة مسقط. ومن أجل استيعاب العدد المتزايد للمسافرين تمت توسعة مطار صلالة. مشروع مطار صلالة الجديد واحد من مرافق البنية الأساسية لدفع عجلة التنمية، حيث بدأ العمل في هذا المشروع عام 2011 وتم الانتهاء منه في عام 2015. المطار بحلته الجديدة يضم أيضاً مبنى للمسافرين على مساحة بناء تبلغ 65 ألف متر مربع، ويتسع المبنى لمليوني مسافر سنوياً. يضم المبنى مركز استقبال للحصول على المعلومات والتوجيه لخدمة المسافرين، ويضم المبنى أيضاً 30 منضدة لإنهاء إجراءات المسافرين، ومناضد خدمة ذاتية لتخليص إجراءات السفر، إضافة إلى مناضد لإجراءات الجوازات والإقامة للمغادرين والقادمين، وكما تتوفر مناضد للرحلات المحولة. يتوجه بعدها المسافرون إلى منطقة فحص الأمتعة، حيث تتوفر بها 4 أجهزة متطورة تعمل وفق أنظمة أمن عالمية. ويستطيع المسافر قبل صعوده للطائرة القيام بجولة في السوق الحرة، كما يمكنه استغلال وقته أثناء الانتظار في تصفح مواقع الإنترنت المختلفة. وتتوفر في المبنى أيضاً أماكن للصلاة للرجال والنساء. قاعة كبار الشخصيات ودرجة رجال الأعمال تتميز بالفخامة في الاستقبال وتقديم أرقى الخدمات. وتتوفر 8 صالات انتظار للمسافرين، والتي تمكنهم لاحقاً الانتقال من وإلى الطائرات من خلال 8 جسور جوية. يتوجه القادمون إلى مناضد إنهاء إجراءات السفر لاستكمال إجراءات الجوازات والإقامة. تم إنشاء 3 أحزمة نقل للأمتعة، تتوزع بين 2 منها للرحلات الداخلية و1 للرحلات الدولية. وعند الوصول يستطيع المسافرون الاستفادة من الخدمات السياحية. تم تنفيذ برج مراقبة الحركة الجوية على ارتفاع 57 متراً، وهو يشرف على مدرج جديد بطول 4 كيلومترات وعرض 75 متراً، بينما المدرج القديم الذي سوف يعمل كممر موازن للمدرج الجديد. ويضم المطار أيضاً محطة الإطفاء والإنقاذ،
والذي تم تجهيزها في المطار بطرق حديثة ومتطورة تستطيع التعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وتم توفير منطقة لمواقف السيارات تتسع لـ 2200 سيارة، وتتوفر بها أيضاً عدد من أجهزة الدفع الآلي. مطار صلالة بحلته الجديدة يتميز بمطابقته للمعايير الدولية، مما سيعزز من دوره في تحسين حركة النقل الجوي عبر ربط مدينة صلالة بأبرز المدن في منطقة الخليج والعالم.